تعرفه جيدا، كيف لا، وهو الساعي في أن تحيا وتجعل من معهده موطنا. تعهدها بالعناية، فجادته بعطائها وجمالها، نسماتها تهب مع إشراقات الصباح وتغريدات المساء. اسقي معي إلى خرير أكواب شاي، فهو من سحرها بيمينه ليس إلا يكرم بها ضيوفه في سخاء. هو رجل من فلاذ، حسبك أن تجالسه برهة وتنظر إلى عينيه البراقتين فتتراءى لك الحجة والبرهان، فبك يفتخر الزمان. زرعت فينا صفة الرسول كيف ينبغي أن يكون، كنت ولا زلت أديبا لبيبا عالي الهمة صارما متأنيا ذا رأي وبصيرة، ما عرف اليأس إلى قلبه مدخلا شديد العناية بصلاح الأمور. توسدت عواصف هوجاء ليداعب الكرى جفون الرعية، هو يوم وأي يوم هذا طرزت حواشيه بالبسمات لا نريدها أنات، فإن اللحظة اليوم تتفجر وتتشظى لترميك وترمينا بوابه من حسن وأبهى وأفضل الدلالات. فلربما صعب عليكم غرس بذور العلم، فطاب لكم اليوم الزرع هذا الرمز معهد الشيخ البشير إبراهيم، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، فلكم منا كل التقدير. حقيقة فرت وذابت مني كل الكلمات، لأنها تخجل أن تقف أمام رجل من فلان. شكرا لكم.